الاشتراك في القناة. نادي الترجي مشاركة لسه سادس في عام 2011، خسر أمام مونتريال المكسيكي وكان في المركز الخامس في نسخة 2018 عندما تفوق على أجواد الأخارة ب1-1 ثم ركلات ترجيح طبعا في مباراة خامس. مباراة اليوم ستشهد في حالة التعادل على طول ركلات ترجيح من علامة الجزاء. إذن المواجهة رقم 6 عربيا في تاريخ بطولات كأس العالم. نصر والرجاء كان أول لقاء في عام 2000، ثم اتحاد جدة ونادي الأهلي المصري في 2005، سد والترجي لقاء كان في عام 2011 2-1 لصالح نادي السد، 2003 الهلال بطلا لآسيا على مستوى الأندية والترجي بطلا لإفريقيا على مستوى الأندية أبطال الدوري. حمدو الهوني، حمدو الهوني خطير، حمدو يرفع عينه، حمدو ممكن هدف أول. يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الكريم، يا ولد يا ولد يا عبد الكريم، كرة هدف، كرة هدف أمامنا أهو في هذه اللقطة، أول فرصة، أول كرة، أدي وطارة ركنية في اللقاء لصالح نادي الترجي. أمامنا إيه فرصة تهديف، وأدي راسية يا ولد يا ولد، أدي الحارس يمثل أوكيانوسيا. والمباراة الصعبة اللي كانت أمام الفريق المكسيكي، لعب كرة بالعرض، ضغط بالترجي في هذا الوقت أمامنا، حمدو الهوني الليبي. يا ولد يا ولد يا ولد، هدف حلو قوي، هدف حلو حلو، حمدو الهوني، حمدو الهوني أمامنا أهو، يسجل الليبي بعد مرور 6 دقائق، يفتتح التسجيل. هنا ضغط مبكر، كان هدف محقق، شاله وأنقذه من محمد علي بن رمضان. اللاعب عبد الكريم حسن المرة دي يتوغل هنا حمدو الهوني في غياب الرقابة الدفاعية بعد ما عمل أنيس البدري تحرك حلو قوي ويسجل حمدو الهوني أمامنا. هنا اللاعب اللي أمامنا اللي متعلق الحقيقة بألوان نادي الترجي. بص الكرة معمولة حلوة قوي، وشوف بقى الفريق اللي من كاليدونيا في مباراة الأولى في إطار هذه. هيدوس نادي السد من الفرق الممتعة، يلعب كرة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد، الرد جاء، الرد حضر، أول كرة من بغداد أمامنا هنا أهو في هذه فوق العرض. النهاردة المهمة صعبة، وهدف قادم، هدف قادم، يسجل يسجل أنيس البدري، أخطاء دفاعية قاتلة حمدو الهوني في اللقطة الماضية، ويسجل أنيس البدري. بدري بدري يا بدري بدري يا أنيس، أمامنا هنا حمدو الهوني عاملها بمنتهى التعاون بمنتهى التفاعل في اللقطة الماضية، وعلى طول يسجل أمامنا أنيس البدري هذا الهدف الجميل الحقيقة من خلال استغلال الأخطاء والهفوات. بص الكرة بادية منين؟ بادية من معز، من شريفية، وادي أمامنا هنا كرة من خوخي، وخطأ من حامد إسماعيل، وتمركز خاطئ من طارق سلمان. حمدو الهوني يمرر ويسجل أمامنا أنيس البدري الهدف الثاني في اللقاء. خطأ كبير كبير الحقيقة، يعني كرة الهدف طبعا الثاني في المباراة، 2-0 في اللقاء. حالة التعادل في المباراة، يبقى فيه على طول ركلات ترجيح من علامة ادي امامنا عبد الكريم من الجانب الشمال، عبد الكريم يلعبها حلو قوي لبغداد، بغداد بغداد بنجاح، ادي عبد الكريم وبغداد، وتاني كرة لبغداد، تاني كرة لبغداد، لكن معز هو واسماء كثيرة. وادي امامنا انطلاقة ومحاولة خطيرة، لمسة اليد هنا في فار، هنشوف الفار المطالبة بلمسة يد في اللقطة الماضية. بص أمامنا هنا التحركات، وادي الكرة معلومة حلوة قوي من إلياس الشتي، والكرة اللي بتسدد والمطالبة بركلة الجزاء في اللقطة الماضية. ادي أمامنا الكرة الخطيرة من جانب أنيس البدري، وترتطم في عبد الكريم، وحوار مع حكم اللقاء، وحكم اللقاء أمامنا هو عبد القادر، عبد القادر زيتوني، يتأكد تقنية الفار الموجودة في طبعا هذه البطولة. وعبد القادر زيتون حكم اللقاء يدخل إلى أرض الملعب ويشير لركلة الجزاء لصالح نادي الترجي، ركلة الجزاء للترجي. هل يكون هناك عقوبة على الهاند بول ولمسة اليد على عبد الكريم أمامنا هنا في هذه اللقطة؟ أدي عبد الكريم طرده في مباراة الهلال في نصف النهائي في لقاء الذهاب في العاصمة القطرية الدوحة، كان حارس رقم 1 في قطر والحارس الأساسي نادي السد. وادي أنيس البدري الثالث 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 أمامنا هنا، 25 دقيقة متقدم فيها الترجي بثلاث أهداف نظيفة حتى الآن على السد في هذا اللقاء على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، البطولة اللي أمامنا طبعا واللي بيتابعها العشاق والمحبين والأنصار. أنيس البدر بينضم لكل من عبد الكريم
حسن وبغداد بنجاح. الأكرم عفيف لسه لم يظهر، بغداد بنجاح مرتين راح المرمى، عدى أكرم وركل الجزاء، ركل الجزاء، ركل الجزاء لنادي السد أمامنا هنا في هذه اللقطة ما بين سامح الدربالي وما بين أكرم عفيف، وأكرم عفيف ياخد ركل الجزاء مهاري سريع. عادي ركلة الجزاء لا تحتاج يملك التسديد القوي في منتصف المرمى، لا حطها في زاوية وهدف هنا لنادي السد عشان تبقى النتيجة بعد مرور 32 دقيقة 3 الترجي 1 السد القطري. وتشافي هرنانديز يعني أخيرا يعني في اللقطة الماضية، لكن بص بغداد تتدرس يا بغداد، كرة القوية بس اللي مليون ونصف مليون دولار في مقابل مليون دولار للمركز، كرة اللي كان سددها أنيس البدري وركل الجزاء لأكرم دون حاجة للفار رغم النقص العددي. أكرم عفيف إلى جابي شيل الكرة ملعوبة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد، كرة حلوة 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 من خوخي معلم يا ولد. المنتخب الإماراتي في كأس الخليج الأخيرة اللي توجد بها البحرين، وهذه الكرة العرضية وركنية ثالثة. المباراة حلوة، مباراة حلوة، والسد سد فرصتين لبغداد، ولكن خوخي معلم كرة خطيرة من كوامي وفرصة وأخطاء دفاعية وفرصة لا تضيع، فرصة لا تضيع، خطأ دفاعي كبير كبير في اللقطة الماضية. أنيس البدري رفض الهدية وكان أبو عزي والمويلهي وتراوي وتسديدة ولد رجي، وما زالت الثغرة موجودة حمد الهوني يا ولد يا لعيب، عدى حلوة قوي، حلوة حلوة، مش ممكن مش ممكن الأخطاء. الليبي حمد الهوني يسجل الهدف الرابع في هذه المباراة، أخطاء كبيرة جدا، أخطاء كبيرة جدا دفاعية من نادي السد. حمد الهوني الكرة الأولانية اتعملت بالعرض ورجعت له، ثم بقى الثانية من زاوية ضيقة قوي في مرمى الحارس مشعل برشم عشان يكون الهدف الرابع. شوف كرة القدم، كرة خوخي اللي هناك اللي ارتدت من معز بن شريفية، لكن سرعة التحول، سوء الأداء الدفاعي من جانب لاعبي فريق نادي السد. وراية وتسلل على حمد اسماعيل، راية وتسلل، تسلل على حمد اسماعيل، نادي السلوى قوي بينية أكرم عفيف، لكن الضغط والرقابة بدران، بدران وحكم اللقاء، حكم اللقاء ركل الجزاء على بدران، ركل الجزاء على المدافع الجزائري عبد القادر بدران مع أكرم عفيف اللي خد ركل الجزاء في الشوط الأول واللي كان سجلها بغداد أمام حاول تقليص النتيجة. أدي حسن الهيدوس جول، حسن الهيدوس جول، جول حلو حلو حاططها حلو قوي، ركلة الجزاء نتفق نختلف، لكن ركلة الجزاء في الدقيقة 49 يسجل من خلالها حسن الهيدوس هدف الثاني لنادي السد في هذه اللحظة. نادي الترجي 2 نادي السد القطري، انطلاقة هنا محاولة من بغداد، بغداد عدى يا ولد، بغداد بغداد بنجاح، إذا ظهر بغداد يظهر نادي السد، أدي بغداد بنجاح الشوط الأول في نادي الترجي. بقى هل النتيجة العريضة الشوط الأول وجود أسماء ونجوم كبار في تونس؟ عادي سامح الدربالي استلم وحش، استلم وحش، أكرم انطلاقة حلوة قوي، أكرم عفيف وبغداد اللي بينطلق، ولكن سقوط بغداد أمامنا هنا في هذه اللحظة. أكرم عفيف حلو، كان هناك تعادل طبعا مع الهند في لقاء وحيد، فرصة جديدة حمد الهوني، حمد الهوني هل هناك ركلة جزاء؟ ادي حمد الهوني، هل فيها ركل الجزاء؟ الكره اللي فاتت دي مع الياس شتي، الياس شتي في الجانب الشمال يلف كره عرضيه حلوه قوي، لكن يشيل المدافع العصري الحديث اللي بيعمل مسدة، وادي امامنا يطلع مشعل برشم، اختبار صعب النهارده في مباراه واجواء صعبه على مشعل برشم، وامطار بقت غزيره جدا في هذه اللحظات على العاصمه القطريه العريق والكبير، وكذلك ايضا في ملعب النجم. ادي انطلاقه هنا ممكن، مش معقول مش معقول، لكن في رايه، في رايه وفي تسلل، بغداد بنجاح متسلل في اللقطه الماضيه، تسلل على بغداد، لكن تحرك في المساحه يبحث امامنا على المسانده، شيتي شيتي، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، هاتريك هاتريك في المباراه هنا حمد الهوني، حمد الهوني كره وخطا دفاعي وخطا من الحارس مشعل برشم، والهدف هنا ياتي حمد الهوني الهدف الخامس في اللقاء اللي بيسجل في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 74، هاتريك هاتريك في هذه اللقطه في هذه اللحظه لحمد الهوني الليبي المتالق من الكره اللي اتعملت الحقيقه من الياس شيتي، والياس شيتي الى اللاعب اللي سجل هاتريك في المباراه وهو اللاعب اللي امامنا اليوم اللي سجل من الكره اللي اتعملت من الياس، وادي امامنا الدربالي
يسجل يسجل كابوس 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 النهارده كابوس في مباراه اليوم. وهدف سامح الدربالي امامنا اهو يدخل في مهرجان الاهداف وتصبح النتيجه 6 الترجي 2 نادي السد القطري امامنا هنا. مباراه كابوس طبعا صعبه المباراه قوي على يعني سوء حظ المشعل برشم في غياب سعد الشيب. بص الكوره ملعوبه امامنا هنا في ظهر طارق سلمان وتغطيه دفاعيه مش موجوده ومساله تسلل غير ناجحه.